الدور ديالي في رغبة الإخوان ديالنا الصحفيين، أول شيء تنحسب أنا دائما صلة رحم بيناتنا، أكيد بأنه في المنظومة الكروية الصحافة، المدربين، اللاعبين، المسيرين كلهم تيكونوا عائلة واحدة، وهذي تعتبر العائلة ديالي، ما يمكنش العائلة ديالك تصدق واحد الدعوة وما تجيش، خصوصا ملي كيكون غادي التتويج ديال ناس عزازين عليك بحال السي هشام الدقيق، بحال الوالد الكراكي، وكل الإخوان اللي يكونوا متواجدين، وهذا كتبين بأن الحمد لله راه دائما المحبة من بيناتنا والإخاء، وهذا هو اللي خصنا نتآزروا في كل المواقف، كانت زوينة ولا كانت خايبة. تنفيذا للبرنامج السنوي هذه محطة هامة من خلال تكريم واعتراف بالطاقات التي قدمت شيء الكثير للرياضة الوطنية. كل من ساهم في تألق الرياضة الوطنية وفرح الراية الوطنية خفقة سنكرمه اليوم في مختلف الرياضات. هذا وفاء منا وهذا اعتراف منا لمختلف الرياضيين. عندنا محطات أخرى إن شاء الله في القريب العاجل مدينة المحمدية يوم 15 مارس، كذلك سنكرم فعالية أخرى أعطت شيء الكثير للرياضة الوطنية والمغربية. الصحفيين الرياضيين تعيد الجميع بأنها ستظل وفية لثقافة الاعتراف والوفاء. شكرا لجمعية الصحفيين الرياضيين بلا حدود للتواجد ديالي هنايا، وهذا الشيء اللي كيديروه تبارك الله عليهم. انا بفضل الرياضه كنشوف هنا التكريمات ديال الناس ديال الرياضه النسويه، كذلك التكريمات ومستحق الناس اللي حاضرين معنا هنايا. انا وجودي هنايا كواحد من الفنانه اللي باش نعاون باش نعطي واحد الزياده بنشطهم كذلك، لان حتى هو فن. شكرا للناس اللي كيديروا لهاد المقابلات هذا، لان محتاجين باش تكون الرياضه المغربيه تبارك الله راه واصله، سواء كره القدم سواء جميع الرياضيات، الرياضه اللي موجوده، وتبارك الله عليكم وحنا موجودين.